مساء الخير، أسبوع جديد مع ضيف مميز وحديث غني ومليء بالمعلومات بخص كثير من الناس. موضوعنا لهالأسبوع عن واقع الإيجارات والمشاكل اللي عم بيواجهها هذا القطاع. ضيفنا ببروبرتي يورز اليوم هو رئيس تجمع مالكي الأبنية المؤجرة بلبنان السيد جوزيف صغيب. رح نجاوب على كل الأسئلة اللي ممكن تطرحوها على حالكم عن حالة الإيجارات بلبنان. شو مضمون حلقة اليوم؟ أديتوريال. رئيس تجمع مالكي الأبنية المؤجرة بلبنان السيد جوزيف صغيب، أهلا وسهلا فيك ببروبرتي يورز. كلك سوء، نشكركم ونشكر البرنامج دائما بتضوا على الشؤون العقارية وعلى الشؤون الاقتصادية بالبلد المهمة. نبدأ حديثنا عن دستورية القانون الاستثنائي للإيجارات وتمديده، خبرنا أكثر شو بيتضمن هذا القانون. أولا نحن بلبنان بنظام اقتصادي حر. نعم. من أول ما بلشت الجمهورية حتى وقت اللي كنا تحت الوصاية الفرنسية لهلا. نعم. والدستور بمقدمة الدستور في مادة بتكرس حرية الملكية الفردية وبتقدسها. قانون الإيجارات بيضرب بعرض الحائط مسألة الحرية الملكية وبسند إيجار بيملك الشخص اللي قاعد مدى الحياة بدون ما يدفع ضريبة إذا ورط وبيفوتوا معه وبيطلعوا من جيل لجيل. نعم. هيدا شيء أبدا منه دستوري، وضع شاذ جدا بحاجة لتظبيط وتعديل، وفي هلأ بلجنة الإدارة والعدل قانون عم يندرس أو أقر لجنة الإدارة والعدل مشان يصحح هالوضع الشاذ. نعم، مثل ما عرفنا أستاذ صغيب أنه عم بينحكى بزيادة على بدلات الإيجارات، لو بتوضح لنا أكثر شو نسبة الزيادة القانونية اللي أقرت بال 2012؟ هو قانون الإيجارات بصلب القانون في مؤشر أندكس. نعم. هالأندكس هيدا هو كناية عن بنص صراحة كل ما يطلع مرسوم من وزير العمل بيحدد فيه الشطر الأول على الأجور. نعم. الحد الأدنى إلنا حق كمالكين قدامى نزيد نص هالقيمة. نص القيمة. نعم، بواحد ب 25/1 سنة 2012 طلع مرسوم بيزيد 100% على الأجور. نعم. فإلنا حق نحن ب 50% منه. وبالإضافة إلى ذلك بال 2008 هلا هذا المرسوم لغي مرسوم قبله. نعم. في 200,000 ليرة، بس الأندكس ما بيشير لهالموضوع، بيحدد بس فقط شو هي النسبة وبيقلنا حق بنصها. والقانون مثل ما نحن بنعرف سيف ذو حدين وبقص دغري، ما بيروح لا يمين ولا شمال، وهيك محددة بالقانون. نطلع بس على النسبة المئوية نقسمها باثنين وهيدي يلي منزيدها، وهيدا المرسوم الغي مرسوم ما بيلغي قانون. بال 2008 صدر قانون من مجلس النواب بيحدد الزيادة بقيمة 33%. نعم. والمرسوم بما أنه أوطى مرتبة من القانون لا يكسر القانون، أصبح 33 ضلت سارية، وكمان بينزيد 50% على فوق 33. يعني يلي كان إيجاره من بعد 33% زودة، بعطيك مثل صغير. نعم. أصبح إيجاره مثلا 10,000 ليرة بالشهر لشقة سكنية، هلأ بتصير 15,000 ليرة بالشهر. هيدي الحسابات لازم تصير. هلا بعرف انه في كتير ناس بلشت تحسب مثل ما هي بدها. نعم. بس القانون واضح بهالشيء، صدر استشاره من هيئه التشريع والاستشارات بوزاره العدل رقم 439. نعم. وبتوضح 100% كيفيه احتساب الزياده، وهيدي دومين بيبليك يعني موجوده بديوان الهيئه، بيقدر مين ما كان اي مواطن يروح يطلب الاستشاره رقم 439 على 2012. نعم. بيعطوه نسخه عنا وبيستوضح مزبوط كيف لازم تكون الزياده. هلا هو قانون الايجارات اذا بحب ارجع شوي صغير عليه. نعم. مش بس انه هو مش دستوري، كمان ما بيتماشى مع نمط عيشتنا بلبنان كنظام اقتصادي حر. أكيد. كلنا بنعرف الفرن إذا غلي الطحين بده يزيد سعره. نعم. سعر ربطة الخبز إذا غلي استيراد الدواء كمان بده يزيد حق. نعم. الدواء إذا غليت الأجور لازم نتماشى مع الغلاء تبع الحياة. صح. القانون الإيجارات عم بضل مثل ما هو، ما حدا عم ما عم نقدر نزيد. نعم. الزمين جاي بعد ما تحرك. صح. أصبح البدل
ما بيتخطى يعني قوت من 10,000 ل 40 50,000 ليره بالشهر اجار شقه بنص دين بيروت. هيدا شيء وضع شاذ ما بيتماشى مع نظامنا الاقتصادي الحر. اكيد وبيأثر كمان اكيد على العالم اللي عم بيجربوا الملكين يعني اللي عم بيجربوا كمان يغلوا الاسعار وما عم ما في شيء عم بيتجاوب معهم. ما عم بيقدر المالك بقى يعيش من ملكه لانه قضى حياته ببلدان الاغتراب بمجاهل الامازون، عم يشرب مية الوحل بافريقيا، عم يتدين بالقرش وبالربع ليره بلبنان حتى يعمر بنايه. وبعده الاجار هو زيته ما زادت ما عم بيقدر لا تطعميه ولا تقدم له ادويته، في كثير ناس يا حرام ما عم تقدر تشيل ادويتها من ايجارتها. رئيس تجمع مالكي الأبنية المؤجرة بلبنان السيد جوزيف صغيب، بدي أشكرك لكل هالمعلومات القيمة وعن جد عم نستفيد منها كتير. بحلقة بكرة رح نتابع حديثنا معك لنحكي عن إيجابيات اقتراح قانون الإيجارات بلبنان. شكرا لك. بريك صغير منرجع منتابع Property Yours. رجعنا سوا من بعد البريك وهلأ منتابع Your Properties. شادي رح يعرفنا بالتفاصيل عن عقارات جديدة للبيع. جينا على منطقة البربارة بكداء جبال لنعرفكن على فيلا صغيرة للبيع. فيلا مؤلفة من طابقين بتبعد دقايق عن الأوتوستراد. إلها مدخلين، مدخل من الباركينج على الطابق الأرضي ومدخل رئيسي من تاني طابق عن الدرج. الفيلا عمرها 5 سنين تقريباً، مساحتها 450 متر مربع living area. هيدا الطابق التاني اللي يعتبر طابق الأساسي للفيلا، مطبخ، تواليت لضيوف، 3 غرف نوم، واحدة منهم ماستر بدروم. ريسبشن اريا كلها بتطلعنا على تراسات لبرا مطلين على الفيو صوب البحر. 3 غرف نوم لهالفيلا، 2 منهم تابع لهم حمام مشترك، والماستر بدروم في لها ووك ان كلوزت. مطبخ الفيلا مجهز بكاونتر توب جرانيت، مجلى ستانلس ستيل، بالاضافه لبريكفاست اريا مطله على التراس لبرا. هيدا الطابق الأرضي لهالفيلا مؤلف من قسم للخدم من خلاله غرفة نوم، غرفة للغسيل، حمام ووك إن كلوزت، بالإضافة لليفينج أريا بتطلعنا على التراس والبسين. الفيلا بالبربارة معمرة على مساحة أرض 900 متر مربع، منطقة كتير رايقة مطلة على الجبل وعلى البحر. 450 متر مربع living area، طابقين، 3 غرف نوم، بالإضافة ل living area كبيرة و TV room على الطابق الأرضي. شوفاج للفيلا، سولار باور لتأمين مي سخنة، وتراس كبير من ضمنه بسين صغيرة تحت برجولا خشب. للبيع حالياً ب 800,000 دولار. كثير منكم عم بينبشوا على شقة صغيرة بمنطقة الأشرفية ويكون سعرها مقبول. اليوم رح نعرفكم على شقة للبيع مساحتها 125 متر مربع بالأشرفية فسوح. بناية عمرها 30 سنة تقريباً، مؤلفة من 10 طوابق، والشقة يلي للبيع موجودة على 7 طابق، فولي رينوفيتد من جوا مع ديكور جفصين بالسقف، بلاط جديد، بواب خشب جديدة، كل غرفة مجهزة بسبلت اي سي يونت، بالإضافة للحمام يلي مرمم على الطرق الحديثة. غرفتين نوم لهالشقة مع تواليت مشترك لإلهم، مجهزين غرف النوم بسبلت اي سي يونت، بالإضافة لبلكون مسكر بألومنيوم مجهز بديكور جفصين. مطبخ الشقة مريح وجديد، منعمل له فول رينوفيشن، بلاط بالأرض والحيطان سيراميك، كاونتر توب جرانيت، بالإضافة لخزانات خشب سنديان،
مع حمام صغير. الشقة من جوا كلها جديدة، بناية إلا أسانسور 24x24 وكاشفة لميلة الجبل. 125 متر مربع شقة بالأشرفية فسوح، حالياً بالسوق ب 285 ألف دولار. جينا على منطقة البيادة بالمتن لنتعرف على بناية under construction مؤلفة من 8 شقق سكنية، بعد في الجراوند فلور أول وتاني طابق للبيع. عمار سوبر ديلوكس، بناية فخمة ملبسة حجر 100%. خلينا نفوت لجوا وناخد فكرة عن هالشقق. فتنا على شقة من هالشقق المعروضين للبيع، ومثل ما ذكرنا وقلنا إنه البناية بعدها under construction والتسليم بربيع 2013. مساحة كل شقة بهالبناية 325 متر مربع. على شمالي تواليت ضيوف مع 3 ماستر بدروم وفاميلي روم بالنص. الريسبشن اريا كلها مفتوحة على بعضها. داينينج روم حد المطبخ، ليفينج روم مع الصالون، مفتوحين على بالكون مع واجهة كبيرة واكيد مطلة على الفيو. كواليتي سوبر ديلوكس بهالبناية، فينيساج رائع، انستاليشن للشومينيه، شوفاج، اي سي سنترال للريسبشن لحالهم، واكيد انديفيدجوال للاوض. برايم لوكيشن لهالبنايه الفخمه بالبياده، كل الشقق مطله على سي فيو، 3 باركينج اندر جراوند من خلال بوابه على الريموت كنترول، بالاضافه للستورج روم. حاليا ستارتنج برايس 2900 دولار بالمتر. شاليه فخم كتير للبيع بمنطقة كفر دبيان بمشروع مزار دوميل جراوند فلور. خلينا نشوفها سوا. مساحة الشاليه من جوا 90 متر مربع، عياميني امريكان ستايل كيتشن مفتوح على الليفينج اريا، بالإضافة لدايننج تيبل بتفتح بتسكر كرمال المساحة. الليفينج اريا فولي ديكوريتد بخشب السنديان، أكيد مجهزة بشوميني للشتوية وسبلت اي سي للصيفية، مع بالكون مطل على فيو لجنينة. الشاليه خلالها كمان غرفتين نوم مع تواليتاتهم مجهزين كمان بسبلت اي سي. تابع لهالشاليه 2 استوديو تحت الارض بمساحة 25 متر مربع تقريبا لكل استوديو، فولي فرنشت يستفيد منهم للزوار، بالاضافة لستورج روم وسكي بوكس واكيد باركينج تحت الارض. 90 متر مربع شاليه بالمزار دوميل حالياً ب 850 ألف دولار. خطة جديدة لمصرف لبنان، منتابع كل التفاصيل بريل استيت نيوز. فتح مصرف لبنان أبوابه أمام المصارف للاستفادة من خطة قروض 2000 مليار ليرة المدعومة من أجل تعزيز معدل النمو الاقتصادي عبر تحريك نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وهالمبادرة رح تمنح بعض الدفع للطلب الداخلي، الأمر اللي رح يعوض جزء من تراجع الطلب الخارجي، علما أنه للتوقيت علاقة بوضع اقتصادي واجتماعي مش أكتر، بحسب ما قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وب 21 كانون الثاني 2013 بدأ مصرف لبنان بتنفيذ التعميم الوسيط الصادر ب 14 جاري والموجه للمصارف والمؤسسات المالية، والمتعلق بتعديل القرار الأساسي رقم تاريخ 7 آذار 1996 عن التسهيلات اللي يمكن منحها، والمرفق بالتعميم الأساسي رقم 23. وبموجب التطبيق بدأ قبول طلبات المصارف المتعلقة بقروض مخصصة للسكن والمشاريع الجديدة المتعلقة بالأبحاث والتطوير والطاقة المتجددة والمشاريع الصديقة للبيئة، على أن تمنح القروض عبر سندات خزينة بفايدة 1% للتسليف وبفايدة تتراوح بين 5 و6%. وبعد حجز المبالغ المستهدفة وفقاً لطلبات بشريط أعدادها، تمنح المصارف شهرين لاستكمال ملفاتها، على أنه تقدم الضمانات الكافية مقابل هيدي التسليفات. ويمكن مصرف لبنان رح يقبل على سبيل الضمانة سندات بتمثل قيمة القروض اللي بتمنحها المصارف لعملائها.
ومع هالخبر حلقتنا بتكون وصلت لنهايتها. أنا وكل فريق Property Yours بنشكر كل الأشخاص اللي عم بيتواصلوا معنا عبر الأرقام اللي عم تقطع على أسفل الشاشة، أو حتى اللي عم بيرسلونا على البريد الإلكتروني info@propertyyours.com. وللمزيد من المعلومات خليكن عم بتابعونا على الموقع الإلكتروني propertyyours.com، وأكيد تابعونا على فيسبوك لتعرفوا شو في عقارات جديدة وأكيد أهم المستجدات. أنا بشوفكم بكرة، بونسوار.